في كتير طرق وفي الحياة أحبائنا مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم درجة تغيير. إذا كنت تعرف أن مصلحة الأرصاد الجوية المحلية لها سجل حافل بالتوقعات الدقيقة التي تتحقق دائما، أفلا تأخذ معك مظلة إذا تنبأت بهطول أمطار؟ أصدقائي الشباب والشابات، كلمة الله في الكتاب المقدس مليئة بالنبوة والخبر في العهدين الجديد والقديم أيضا، والأنبياء كثيرين الذين يتنبؤون في الكتاب المقدس، أنبياء الكبار وأنبياء الصغار مثل أشعياء، أرمياء، حسقيال، دانيال، هوشع، يؤيل، عموس، وأيضا ميخا، وكثيرين ونبوات أنواع تكلم بها الرب من خلال الأنبياء. وهذا ما يقول لنا معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. أصدقائي، فمنذ إن جاء الابن ونحن في الأيام الأخيرة نعيش فيها أيضا، واحد من مظاهر الأيام الأخيرة ستكون موهبة النبوة على نطاق واسع وبشكل مدهش، وتقول كلمة الله: لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين بعد. كل من يدعو الرب إلهنا، وأيضا في أعمال الرسل الوحي الكتابي يقول كده: فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى. أحبائي، الموضوع بتاعنا النهاردة مش كل الناس بتكلموا فيه قوي، أو مش كل الكنائس، أو مش كل القنوات المسيحية، لكن حقيقي فكرنا كده قلنا يعني الموضوع ده ليه مش بنتكلم فيه كتير، مع أنه مهم جدا جدا جدا. لكن عنوان الحلقة بتاعتنا هو النبوة في الكنيسة، النبوة في الكنيسة. لكن سعيدة لأقدم في غنى عن التعريف، يعني دايما بيبقوا معانا وإحنا مبسوطين بيهم مرة تاني، أخينا نبيل حسبون، إحنا سعداء جدا بوجودك. أهلا بيكي، وأنا زي كل مرة مبسوط أكون معاكم ومع الشباب، وبصلي إن الرب فعلا يعطينا كلمة عند افتتاح الفم. أمين. لمجد اسمه. أمين أمين. وسعيدة لأقدم شابة من شباب جامعة، جوستينا جرجس. أهلا بك جوستينا، سعداء جدا بوجودك. مرسي، مبسوطة جدا أن أكون معاكم وفي حلقة ديفرنت المرة دي، بس
أتمنى أن كل شاب وشابة يستمتعوا بيها النهاردة. أمين أمين. هو فعلا موضوع شيق جدا، ومش بس شيق لكنه مهم قوي 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 قوي، وكتير قوي بنركنه وكتير ما بنحكيش عنه حتى في كنايسنا، في الكنايس كلها حقيقي يعني بلاحظ كده، يعني تهاوننا فيه شوية. لكن نبيل، النبوة في الكنيسة، يعني وضح لنا ايه النبوة دي وايه في الكنيسة. يمكن زي ما احنا تعودنا انه لو مسكنا في المفاهيم والمفهوم الحقيقي للموضوع هيساعدنا انه نبتدي صح ونفهم يمكن ونقدر نستوعب اجابات للاسئلة اللي انت طرحتيها، وهي فعلا فاليد. احنا ليه اهملنا او ليه الموضوع ده يعني مركون على جنب او ليه اتظلم؟ انا في اعتقادي انه بارت او جزء من السبب ده انه مفهومنا الحقيقي للنبوة مش كامل، يعني مهضوم حقه، يعني محتاج انه يتوضح، لانه هو فعلا بسيط بس زي ما بيقولوا هو سهل ممتنع، يعني هو بسيط قوي بس لازم امسك فيه، فلو ما مسكتش فيه ممكن يقع مني ويخلينا افكر في حاجات تانية هي مش فعلا الحتة دي. فاحنا لو ابتدينا بالمفهوم نعرف انه النبوة هي اعلان الله لارادته وعمله، وتقريبا انا ممكن احط نقطة، يعني ده اهم جزء في النبوة في المفهوم ده. أيوة. انه الرب عاوز يعلن ارادته مشيئته عمله، نقطة. طب لمين؟ للكنيسة. للكنيسة. لجسد المسيح. للشعب. حط التسمية المناسبة على حسب، بس بصفة عامة جسد المسيح اللي هي الكنيسة، شعبه، ولاده. يعني لمين؟ لكل من قبله، للكل، عاوز يوصل الحاجة دي. ومش بس كده، هو بيدي النبوة دي من خلال شخص عظيم جدا جدا جدا، واتكلمنا عليه في حلقات قبل كده، وعلشان كده احنا بنربط في النبوة اللي هو شخص الروح القدس. فكل النبوات هي من خلال قوة الروح القدس. فلو اعرف الحاجة دي ده بيساعدني اني استوعب، لانه في العهد خاصة في العهد الجديد لو انا عندي روح ربنا، روح القدس، يبقى الموضوع مش صعب، يبقى الموضوع يعني في متناول اليدين. الرب اداني الحاجة دي لانه هو من روحه يعطي انه للشعب يعرف ارادته ويعرف الرب مشيئته ايه للشعب ده. طيب النبوة دي بتعمل ايه؟ يعني هو بيبعت المسج، الرسالة دي، ايه الحاجات اللي بتتضمنها؟ في حاجات كتيرة بس يعني لو اختصرناها بس علشان نوصل الفكرة، يا هي عبارة عن تحذير او تنبيه، تأديب او قضاء لحاجات ممكن بتتعمل دلوقتي ليها انعكاس في المستقبل. طبعا النبوة باي ديفينيشن حاجات متعلقة للمستقبل، دي هنقفل فيها المفهوم، كل حاجات الهدف من الرسالة انه في حاجة في المستقبل هتحصل، فيا بديني تحذير، تأديب، تنبيه، وعظ. وهنا الوعظ مش اني اوعظ اتكلم، اوعظ يعني يعظ، بيتعظ يعني بياخد على باله يفهم انه في حاجة لازم يغيرها، في مسار لازم ففي الحتة دي، او الرب مفيش حاجة وحشة او مفيش خطأ او مفيش خطية، بس في الناحية التانية الرب عنده وعود، بركات مزايا. ما احنا بنتكلم انه عاوز
يقول لنا على مشيئته وخطته، الخطه اللي هو هياخد فيها الكنيسه دي، المراحل المستقبليه. زي ما انت ابتديتي الحلقه وقلتي لو عندك يعني اللي بدون الارصاد الجويه، قال لي في مطره جايه، انا ما كنتش هعرف من نفسي. يس. ده يخليني استعد للمطره. طبعا المطر خير. فنفس الحاجه، في امطار الرب اعدها للكنيسه، هو ده الهدف الرئيسي للنبوه اكتر يعني. هو صح في جانب تحذيري ولازم ننتبه عليه، لانه الرب بيقوم الشعب الذي يحبه يؤدبه. يس. هو ابويا السماوي بيقدمني، لو انا خضعت ليه بيكون عاوز يقدمني. ليه؟ علشان هو شايف المستقبل بتاعي وعاوزني اوصل للمستقبل ده، فهو بيديني التولز. النبوه دي احلى تول تساعدني اني اصلح من الموقع بتاعي وياخدني للمستقبل اللي هو رسمه لي. فالمفهوم ده لو خدناه كده على بعضه هنستوعب ليه النبوه حاجه مهمه قوي. في ايه في كورنثوس الاولى 14 برضو بتوضح ايه الحاجات النبوه بتعملها. 14 عدد، هو كورنثوس الاولى 14 للمشاهدين اللي يحبوا يبصوا معانا، ومن ايه 3، واما من يتنبأ فليكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. يمكن الثلاث كلمات ده مش للحصر، بس بيدي مثل حي. يعني النبوة من مزاياها أو من خصائصها أنها بتبني الشخص المستقبل، والشخص اللي في المكان ده هو الكنيسة بصفة عامة، يعني للفرد وللجماعة طبعا. بس هو الهدف اني ابني. فانت تقول بس يا نبيل انت لسه بتقول بيحذر، ما هو بيعاوز يساعدني اني اتخلص من الشوائب علشان يبنيني. دي حقيقه. لو عاوز زي ما الكتاب بيقول يمحصنا ايه في نار، الذهب ما يطلعش خالص. دي حقيقه. الا لما يخش النار. دي حقيقة. ده مش تعذيب بس ده نقاء للخلاص. فالرب مرات بيسمح او عاوزنا نتخلى عن الحاجات اللي مش مظبوطه علشان نقدر نوصل. فده الهدف بتاعه بنيان ووعظ زي ما قلنا، تسليه يمكن، بس على السريع تسليه يمكن في تعزيه في الترجمه بالانجلش يمكن تكون اوضح شويه. هي تعزيه مجد. تعزيه زي ما هو روح المعزي كمان. الروح المعزي زي ما الرب قال انا ارسل في دي نشوفها في يوحنا 14، واما المعزي الروح القدس الذي يرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء. في تعزيه. يس. النبوه بتعزيني. كنت بحكي مع والدي وكنت بقول له غريبه فكره التسليه دي، كنت تفهم غلط. قال لي انا عاوز ادي لك حته جميله في موضوع التسليه. عاوز يوصل انه التعزيه ليها علاقه بالفرح. يس. يعني احنا دايما في التعزيه بنفتكر للاسف الموت. انا بروح بعزي حد بالتصق فيه، ودي الحاجه الجميله برضو في فكره التعزيه، ان انا بالتصق بالشخص اللي حصل له وبقول له انا واقف معاك في الثغر وكاني انا مكانك. عشان كده الروح القدس يعظ فينا بأنات لا تنطق بها. ليه؟ لانه بياخد مكاني. بس مش بس بيعزيني لحاجه حزينه انا يمكن بمر فيها، هو بيسليني بيعطيني فرح. ان هو مصدر الفرح. وهذا من الثمر اللي انا باخده، محبه فرح سلام. لو ما مسكتش في الحاجه دي هخسر حاجات جميله. النبوه بتديها
للكنيسة احنا محتاجين في الأيام دي، وما ما أعوزنا لأنه النبوة فعلا تكون واخدة مكانها، واخدة حقها، واخدة حقها كنيسة. هو فعلا يعني حقيقي، هو طبعا كل الكتاب في يعني موحى به من الله نافع للتعليم والتوبيخ وللبر، ومواضيع كتيرة قوي في الكنيسة بنسمعها كتير قوي وللبنيان وجميلة قوي، وفعلا وكمان في القنوات كمان الدينية بنقدم برامج روحية كتير قوي، لكن عند الحتة دي نبيل وجوستينا ما بن يعني ساعات مش عارفة ليه مش بن، هل مثلا نوعا يعني ناس كتير يقولوا ايه مثلا ده كان، او ناس يقول ايه يعني في مواضيع اهم، يعني مثلا زي ثمار الروح نتكلم عن محبة الفرح السلام الطولانات ثمار الروح القدس، لكن قد ايه فعلا زي ما انت قلت يا نبيل قد ايه فعلا جوستينا محتاجين فعلا شباب وشابات في الايام دي فعلا يكونوا عندهم روح النبوة وكمان التنبؤ، حاجة جميلة قوي. أحبائي يعني أحب أسمع من جوستينا بعد ما نطلع من الفاصل، هنطلع بفيديو قصير ونتفرج بيه مع بعض ونستمتع بيه مع بعض، ونرجع تاني ونتكلم في موضوعنا النبوة في الكنيسة. بصي يا ستي، بما ان صوابعك مش زي بعضيها يعني طبيعي انك تلاقي اراء مختلفه عن رايك. احنا فتحنا مواضيع كتير وشفناها من وجهه نظر اربع بنات مختلفين عن بعض، كل مره هنبقى عايزين نعرف انت مع مين فيهم ولا ليكي راي خامس. تعالوا نتعرف عليهم. عصمت، باكينام، ميري، هيبه، ملحوظه. ده جزء صغير من برنامج كبير، وما تدوريش على الراي النموذجي هنا. عارفين يا بنات انا بحلم بايه؟ نفسي يكون عندي مشغل صغير كده عندنا في الحته، ويكون فيه يعني فساتين من تصميمي، وميبقاش في بوتيك في الحته ما بيعرضش حاجات من عندي. الله يا هبه، دي حاجه حلوه قوي، يا ربنا يوفقك وتعرفي تحققي الحلم ده. ربنا يوفقنا كلنا يا حبيبتي. امبوسيبل. بنتي كبري طموحك شويه، مشغل ايه وبوتيك ايه بس؟ يا ستي سيبينا نحلم على قدينا. احلمي اكبر وخلي طموحك اكبر عشان توصلي لحاجه اكبر. يا عصمت خليها تحلم خطوه خطوه. اكشلي هي لازم تبتدي على قدها فعلا، ميبي بعد كده بتقدر تكبر المشروع بتاعها، وعلى فكره ممكن تبقى تاخد لون تكبر بيه المشروع. لون ايه يا حبيبتي؟ انا انسانه كولر، انا بحب الالوان. بقول لك بوتيك يعني اعمله لون واحد ازاي؟ يعني انا بحب الالوانات كده، لازم يبقى فيه الوان كتيره. لا 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 لا، لون يعني كارد. كارد؟ ايوه. قصدها كارد يا هبه. صباح الفل. صباح النور. انا ممكن اسلفك يا حبيبتي؟ ربنا يخليكي ليا، يعني بجد انتي مرهم، ميري دي حته مرهم، بس برضك الحقيقه السلف تلف، كارد ده يعني سلفه، لا انا محبش السلف ابدا، ما تدينش لحد خالص. يا هبه افهمي، باكينام معاكي مش ضدك في اللي انتي بتقوليه. بابي ابتدى كده مصنع صغير لغايه ما بقى عنده كل ده، بس اكيد وهو صغير كان بيحلم ان هو يوصل لده، كان عنده طموح وده اللي كان بيحركه اكيد بنسبه كبيره. واوقات بتتفاجئي بخطوات انت عمرك ما كنت بتحلمي بيها، ونجاح بيقود لنجاح. كده حلو قوي، انا واحده بحلم على قد. فاكرين زمان لما ماما كانت بتقول لنا ذاكروا عشان تجيبوا 100%، علشان لو قليتوا عنها تبقوا قليتوا شويه، لكن لو بتذاكروا عشان تجيبوا 90% بس هتقلوا خالص. الصراحة أنا طول عمري حاطة عيني على 70% وما قلتش عنها خالص. الصراحة أنا مش طماع. ملهاش دعوة بالطمع، الطموح حاجة والطمع حاجة تانية خالص. بس أنا برضه بقليلي. ده مش عيب، دي حاجة كويسة جدا، بس يفضل إن أنت تحلمي على كبير. أما نشوف، بس المهم هتنفعوني لما أفتح المشغل ولا لأ؟ طبعا يا هبهوب. يا أختي عسل أنت. حقيقي الفيديو جميل جدا، احنا قعدنا نضحك يعني، بس ليه معنى جميل قوي. نحب نسمع من جوستينا، يعني وضح لنا ايه الفيديو اللي انت اخترتيه ده، يعني اخترتيه ليه يعني؟ في الاول انا كنت حابه ارجع للسؤال الاولاني اللي كنا بنتكلم يعني ايه النبوه. ممكن ساعات كتير الشباب شويه مش بتخاف تتكلم عن الموضوع ده، او مثلا الكنيسه ممكن ساعات ما تتكلمش عن الموضوع ده عشان ممكن نحس اللي هي كلمه تقيله شويه، يعني النبوه اللي هو بنخاف منها، او ايه ده النبوه حاجه مثلا
ما يعني نشوفها اللي هي حاجة كبيرة، بس هي فعلا حاجة مهمة جدا، ومش بس مهمة علشان أكبر روحيا، بس مهمة كمان اللي أنا أعرف إيه معنى النبوة. ويمكن أنا عندي الموهبة دي وأنا مش عارفة كده، بسبب اللي أنا مش معرفش انفورميشن كتير عنها، او مش عارفه ازاي اكبرها. في الفيديو اللي احنا شفناه كان بيتكلم عن اللي هي عايزه تفتح بوتيك صغير، واصحابها كانوا بيقولوا لها خلي عندك طموح، كبري طموحك، احلمي بحاجه كبيره اكتر، وهي تقول لهم لا انا عايزه ابقى على قدي. فساعات انا يعني لما بقرا الانجيل او في حياتي او الانفورميشن اللي عندي بقول على قدي، لكن ما ببقاش عندي طموح ان انا اكبر الانفورميشن اللي عندي عن كلمه الله وعن ايه المواهب اللي الرب حاططها. فمن الحاجات اللي انا يبقى عندي طموح ان انا اعرف يعني ايه معنى النبوه دي. يمكن احس ان هي حاجه كبيره او حاجه شويه عميقه، بس هو الرب عاوزني ان انا يكون عندي العمق ده، ويبقى عندي طموح في كلمته، ويبقى عندي طموح ان انا اكبر من 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 الانفورميشن اللي عندي من خلال كلمته. لما اقرا وافتح افهم اكتر، ويبقى عندي طموح ان انا اكبر في الكلمه والشركه معاه. فمن ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها ان في كذا طبقة من النبوة، وزي ما نبيل هيشاركنا بالطبقات دي، لكن فعلا الطبقة الأولانية اللي هو لأي حد واخد الروح القدس وابن للرب هو عنده روح النبوة، لأن هي مرتبطة فعلا بالروح القدس. فنبيل تشاركنا بالجزء الثاني. أنا حابب بس أعلق على حاجة صغيرة عشان نخش على الترتيب للنبوة وتطبيقاتها. خلينا نقول أحسن، لأنه هو مش يعني درجات يعني واحد أحسن من التاني، بقدر هي ليفلز أنت مرحلة بتعدي عليها علشان توصل للقصد الإلهي الكامل. النبوة بتبين أنه الشعب مرتبط بربنا بالنعمة اللي اداله اياها ان هو يعرف اعلاناته ومقاصده. فلما انا بمسك في النبوة انا بقول لربنا انا يهمني مقاصدك لحياتي. انا بتكلم ككنيسة. أيوة. خد يعني خد المفهوم على كبير. يس. طبعا احنا بنكلم الشباب، بس الشباب لازم تعرف انت جزء من الكنيسة، من جسد المؤمنين المسيح. انت مش عايش لوحدك، انت عندك صحابك والمجتمع اللي بتأثر فيه. البرنامج ده درجة تغيير. انا هغير ازاي في اللي حواليا وانا مش ماسك في الحقائق المهمة اللي زي دي، اللي انا بعتبرها اساسية ما ينفعش يعني احنا بعدناها قوي، ركناها. بس الرب لو انا فاهم المفهوم للنبوة صح، إنه الرب بيعلني ببساطة، الرب بيعلني عن ذاته ومقاصده لحياتي. أنا مش عارف أنا همشي إزاي في حياتي كمؤمن وأنا مش ماسك في الحاجة دي. حتى في كرونسوس 14 يعني يتكلم كده ويقول اتبعوا المحبة، ولكن جدوا للمواهب الروحية وبالأولى أن تتنبأوا. يعني بولس حتى فالحاجة دي فالحاجة دي هي مش بس طموح زي ما الفيديو بيحاول يوصل، لا ده طموح يعني واجب عليا. يعني لو أنا ما مسكتش فيه أنا هخسر كتير. هما قالوا المثل بتاع الامتحانات، أنت you have to shoot for the 100 علشان يعني لو وقعت شوية تاخد 90. فالبنت بتقول لا يا عم أنا خليني في 70. لما بطبق الحاجة دي على حياتنا الروحية زي كأني بقول أنا أروح الكنيسة وأقدم العشور وأسبح، يعني هو يوم في الأسبوع هو ده بتاعي. الرب واخد الركن ده بس، أو أنا خدت الخلاص لكن ما يعني ما خدتش النمو، لم أنه في معرفة الحق الكتابي اللي من حقي. حتى الرب يسوع قال كده، من الآن لم تطلبوا شيء باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكن فرحكم كامل.
وده كأن الرب بيقول انتوا لسه ما طلبتوش حاجه يعني. لانه بعد يعني لو احنا فعلا هدفنا انه نعرف مشيئه ربنا كنا مسكنا في حاجات كتيره الرب عاوز يديها لنا وادالنا اياها اساسا لما قال زي ما قرينا في يوحنا انه انا هرسل ليكم المعزي اللي هيرشدكم ويقودكم. فلو انا فعلا فاهم الكلام ده الرب يسوع لما ادانا الروح القدس ما كانش بيدينا اياه عشان يعني نتسلى او يعني هو تكمله عدد. لا، هو عارف ان انت محتاج، انت محتاج. يعني حتى لما كان بيكلم التلاميذ قال له خليكم كده لحد ما امكثوا هنا. ليه؟ لانه تلبسوا قوه من الاعالي. ليه؟ وانا محتاج القوه دي ليه؟ ما هو انت اديتنا كل حاجه احنا محتاجينها، احنا خلاص كده جدعانتنا هنطلع. لا 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 لا، انت محتاج الروح القدس، صدقني انت محتاج. في حاجات كتيره انت مش هتقدر تعملها غير لو عندك الروح القدس. نخش بقى للدرجات او الليفلز الستبس بتاعه النبوه. لمين النبوة؟ هل فئه معينه يعني ولا مثلا؟ يعني كتير قوي صدقني يا نبيل وجوستينا، كتير ناس يقولوا يعني مش لينا، او مثلا اكيد للقسيس، او اكيد للخادم الكبير ده، او للخادم المشهور. انا اطلع مين انا يعني جنب دول يعني عشان انا اطلب النبوه واكون علشان كده انا عاوز يعني ابسط كل اللي بيحضرونا واقول لهم على الوسط الفردي، يعني انت كفرد الرب ادالك ان تتنبأ بمقدار ما. ليه؟ لانه كل من قبل المسيح مخلص شخصي لحياته وقبل الروح القدس انه يشتغل في حياته وخد مساحته فيه، عطيه الروح القدس من ضمنها طبعا عطايا الروح القدس كتيره، والروح القدس بيدي كل حاجه، منها انك تتحلى خلينا نقول بجزء صغير من النبوه بمقدار، عشان كده هو بمقدار ما، قد يكبر قد يصغر على حسب احتياجك او على حسب اختيار الرب لما قصده هتروح فين. يعني انا عاوز الشخص ده يكون موهوب في الحته دي فالروح القدس بيديله. بس اعرف انه كل المواهب الموجوده كل شخص يستطيع ان ياخذ منها مقدار معين صغير ولو فتفوته زي ما بيقولوا. ده مش معناته انه انت نبي، بس تستطيع ان تتنبأ على حياتي، صح، على الرب عاوز يعمله في حياتي، لعيلتي، في شغلي، في مدرستي، للحاضر وللمستقبل، لكل يس. ده الاتليست. ليه؟ لانه الرب عاوز انك تعرف ارادته ومشيئته. فلو الرب عاوزك تعرف ارادته ومشيئته هو لازم يديلك انك تقدر تتنبأ شويه، اتليست شويه. وانت هتعرف ازاي؟ وهو قال سر الرب لخائفه وعهده، يعني هو عامل عهد اللي هو عهده لتعليمهم، وهو من خلال اللي احنا نقدر نتنبأ على انفسنا هو ده هيعلمنا ويرشدنا. وكمان يعني لو في يعني عايز يصحيني هيصحيني، لو انا ملخبط هيبعت لي حد. الروح القدس هيكلم من خلالي ازاي؟ يس. فهو لازم يديني حته من النبوه ان اقدر حتى في حياتي الطبيعيه ان اقدر اسلك. دي زي ما بنقول دي للكل بقى. دي للكل، دي عطيه الروح القدس للجميع. للجميع؟ في بقى درجه اللي بعديها اللي هي بنعمل زي ما تقولي تخصيص. الرب بيدعو أشخاص معينة، وده اللي بنسميه الوسط المحلي. الله يدعو أشخاص معينة دعوة خاصة لحياتهم
أن يتنبؤوه، وبهذا بنقدر نقول إنه عنده موهبة، بتبقى بقى موهبة للتنبؤ مش كلمتين ثلاثة. يعني أنا ممكن عشان أنا بحب أغني كتير، فأنا ممكن صوتي يكون حلو، وأنا بقول إنه كل شخص ممكن يكون صوته حلو. ده أصدق أي حد عنده صوت قصدك ترنم، ترنم غناء للرب برضو. كل واحد عنده لسان يقدر يتكلم يستطيع أن يرنم، ده بديهي. ونفس الحاجة في التنبؤ، بس بعدين الرب ممكن يدعوك إنك تكمل في الطريق ده، فيديلك موهبة في الترنيم، فصوتك يكون شوية متبلور عن غيرك. ليه؟ لأنه هو محتاج يستخدمك للحاجة دي. ودي دعوة خاصة من الرب ومنصحبة بالموهبة دي. بقى كده أنت عندك موهبة ليها. ده للبنيان أيضا، لبنيان كله. الكنيسة وبنيان نفسي طبعا. بعد كده الوسط بقى الـ 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 الأخير، أو يعني بس عشان نلخص، وممكن نقسمهم لأجزاء كتير، بس أنا شافت التقسيمة دي مناسبة، اللي هو الوسط العام. ده بقى لما يكون أنا بعد الدعوة الرب بقى بيديني التعيين، اللي احنا نفهمها في الكتاب هي المسحة. يبقى أنت عندك وظيفة النبوة، أنت نبي. فأول مرة أنا ممكن أتنبأ في وقت من الأوقات أو في وقت ما على مقدار معين، بعد كده الرب ممكن يشتغل معايا، فيبقى عندي دعوة للنبوة، فدي موهبة النبوة. وبعد كده الرب بيعين لي مكان، أنت معين مخصص، عشان كده كل الأنبياء في العهد القديم هم ممسوحين للماء، دعوا ومسحوا. زي ما نقول لما داود الرب اختاره دعاه الأول بس ما خدش الملك، دي كانت دعوة it's not active لسه، وبعدين مسحوا عينوا، فبدي التعيين بقت وظيفة. طبعا احنا للأسف في اللغة العربية الوظيفة تتفهم زي كده رايح الشغل، بس هو لا، هو الوظيفة يعني هو العمل، التعيين، المقام في المكان ده، اللي هو احنا بنتكلم في صفة عامة ايه؟ الكنيسة، كنيسة جسد الرب، جسد المسيح. مرة قال لي واحد من الشباب، يعني انا شايف الفرق بين الدعوة والمسحة مش كتير بعيد، ولو المحلي في الكنيسة عنده موهبة النبوة، واللي بصفة عامة اللي عنده التعيين ما أكيد هيتعين في الكنيسة، هيروح فين؟ الاثنين واحد. قلت له بص بقى، لما تكون معين مخصص ممسوح، وظيفتك أنت بقى اسمك نبي، معناته إيه؟ توصل لفين؟ تخيل بقى معايا لو رئيس الولايات المتحدة أو أي بلد أنت عايش فيها محتاج مشورة، يروح لفين؟ عنده بانل بقى مستشارين وكونسل، موظف ناس كتير يستشيرهم وياخد رأيهم، ده رئيس الدولة عنده ناس كتير وياخد رأيهم، وإحنا طب أنت شايفين إيه؟ طب رأيتكم إيه؟ تخيل لو فعلا إحنا عندنا إدينا للكنيسة مساحة ان تاخد حقها في البلد اللي احنا عايشينها، دي هترجع لنا كل مسلوب يا نبيل. ورئيس الدولة يقول انا اعرف انه في شخص هنا في المكان الفلاني، وتنبأ على المدينة اللي انت عايش فيها، تنبأ على الاريا اللي انت عايش فيها، وتقول انا اعرف واحد هنا نبي، وكل اللي الرب بيديه بيحصل، فانا اعرف انه ده جنون، انا محتاج الشخص ده يتعين عندي. يس. البلد هيحصل لها ايه؟ تغيير. راسا على عقب تغيير حقيقي. احنا لو عاوزين نتكلم على مشيئه ربنا تتحقق خلصت كده. احنا محتاجين كده فعلا، فما اقدرش اخد الشخص ده الا لو كان هو فعلا واخد حقه
حقه في الكنيسة، وظيفة وتعيين معين. غير كده انت بتتكلم في وسط محلي، بس لو عاوز تطلع للعالم كله لازم تدي للكنيسة المساحة، والكنيسة لازم تاخد مساحتها الصحيحة في الروح القدس، وتقيم أناس مؤتمنين يقدروا يفيدوا الكنيسة ويفيدوا الوسط اللي هم عايشين. كاليفورنيا هتتغير، أمريكا كلها هتتغير. دي حقيقة. لو اتغيرت أمريكا العالم كله هيتغير. اجتماعاتنا نفسها كل حاجة هتتغير. يس كنيستنا كلها، مش بس الكنيسة اللي احنا فيها بس، لكن بقول الكنيسة كلها، الكنيسة المحلية، يا جسد المسيح. قد ايه فعلا يعني كلمة الله يعني هي كفء فعلا، بتشرح نفسها نبيل في جوستينا في إصحاح 14، يقول كده في عدد 3: وأما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. وعدد 4 يقول: من يتكلم بلسان يبني نفسه، وأما من يتنبأ فيبني الكنيسة. بنيان الكنيسة جماعة المؤمنين. ويقول كده بولس في نفس رسالة كورنثوس الأولى وعدد 5 يقول كده: إن أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن من يتنبأ أعظم ممن أن يتكلم بألسنة. بألسنة إلا إذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا. يبقى إحنا كده متفقين، كلمة الله بتشرح نفسها. يعني إحنا مش بنبالغ ولا بنجيب حاجة الناس حطوها على جنب، لا، هي موجودة في الكتاب المقدس. يعني أنا مش عايزة أعمم، لا، في كنائس كتير فعلا بتتكلم عن النبوة، وفي أنبياء. أنا شفت ناس على فكرة يمكن من وأنا صغيرة قوي في كنيسة جميلة قوي فيها أنبياء وفيها بنيان، والكنيسة كانت يعني تبقى مليانة نبيل لدرجة الشارع مليان، لدرجة ان مفيش مكان، الدكك مليانة مفيش. فكان الناس بتيجي ليه؟ الكنيسة فيها بناء بيصلح كلام، بيرجع الخاطي، او كلام حد عوج الطريق بيرجعه. كلمة الله كده. وهو ايه النبوة؟ عبارة عن ايه؟ كلمة الله نفسها، وحي من كلمة الله. الله يديله سره ويقول له نبه الجماعة ديت، يروح الله يتكلم في هذا الشخص ويتكلم بكلام الله، بكلام الله. لانه هو يعني بيفكرني جوستينا بعلي الكاهن وصمويل اللي كان صغير لسه، لكنه كان الرب على قلبه ان هو في المستقبل، ان صمويل ده هيبقى حاجة كبيرة قوي، هيبقى نبي. فراح بدأ معاه بايه بقى؟ قال له: بص يا حبيبي، انت مكرس ليا، وامك كرستك ليا، فبص تعالى بقى. علي الكاهن ده حاجة، يعني حاجة حلوة. طب ما يروح لعلي الكاهن ويكلمه الرب ويقول له على السر ده. لا، راح نادى صمويل قال له: بص، في لخبطة في بيت علي الكاهن، وتقريبا علي مش واخد باله، لكن تعالى بقى يا صمويل، أنا هقول لك سري اللي هعمله في بيت علي الكاهن. وكان تقريبا يعني مش حاجة حلوة قوي، إن أولاده يعني كانوا ماشيين بطريق مش كويس جدا، في حالة شر وبعد وحالة يعني حاجة صعبة جدا. لكنه كلم صمويل لسه فتى صغير، قال له: لسه مش عارف صوت الله، لكن على قلب الرب ان الشخص ده بكرة هيتنبأ بأمور أعظم كمان. لكن قال له كده: انت بتناديني؟ راح لعلي الكاهن: انت بتناديني؟ قال له: لا يا حبيبي، انا ما نتكش. راح سمع تاني الصوت: صمويل. قال له: مش عارف مين، يعني لسه ما عنديش الوعي قوي. لا، انا هروح اسال علي الكاهن: انت بتناديني؟ قال له: لا. قال له: روح. فراح سمع تاني الصوت، قال له بقى: لا، ده تقريبا علي الكاهن، تقريبا الله عايز يكلمك، الله عايز يقول لك حاجه. روح يا صمويل، ولما تسمع
اسمك بيتنادى، قل له تكلم يا رب لأن عبدك سامع. راح قال له بالفعل تكلم لأن عبدك سامع، تكلم لأن عبدك سامع. قال له، قال له السر اللي هيحصل، وفعلا قال له ما تخبيش بقى حاجة عليا. علي الكاهن يقول له كده. عشان كده بقولك النهاردة صديق الشاب، صديقتي الشابة، لو انت فعلا في درجة تغيير وبدأت مع الرب وبدأت مع الرب وعمال تدخل تاني في عمق جديد مع الرب وعمال تكبر مع الرب، قل له تكلم لأن عبدك سامع، لأن هو هيدي لك سره. وسر الرب فعلا لخائفيه وعهده لتعلمهم. وكمان اوعى تجامل حد، اللي على قلبك واللي على قلب الرب اللي قاله لك قوله، لأنه فعلا مصلحة للبنيان زي ما كلمة الله بتقول. بفتكر حاجة صغيرة قوي، جوستينا كانت جوستينا صغيرة قوي، رب عمال يفكرني بيها من امبارح. كانت جوستي مثلا تقريبا سنتين، سنتين بس، على طول البيت فيه ترانيم، فهي حافظة ترانيم. فجأة أنا كنت داخلة في ظرف صعب جدا وأمور صعبة، وواقفة بغسل مواعين، وبعدين لقيتها بتقول لي إيه ماما؟ قلت لها إيه؟ قالت لي ماما الحرب تزيد والسيف في الإيد، سيف الروح في الصخر أمان. قالت لي سنتين. أنا استعجبت، قلت إيه ده؟ وكأن الرب بيقول لي أيوة، خديها من فم الطفلة الصغيرة دي. يا رب انت بتبعت لي كلام بيشجعني، انت رب بتبعت لي من خلال يعني بنتي الصغيرة سنتين، انت بتدي لي يعني رسالة اعلان. ايوة ايوة احبائي، الرب كده ساعات يكلمك ويشجعك زي ما قال نبيل، كلام فيه تعزية، وساعات كلام ينبهني ويفوقني عشان لمصلحتي، عشان يقومني، مش عشان يتعبني او يضايقني او يقرفني، لا بالعكس، ده عشان يصحح مصيري. لكن كمان يبعت نبوة عشان انا قلبي غليظ جدا وعوقت الطريق، لكن في قضاء. الرب عادل لكن عنده قضاء في الاخر، في قضاء. فكان في قضاء جه على بيت علي الكاهن. طيب احنا حابين نسمع بقى من جوستينا احسن، انا اتكلمت كتير كده وكده ما ينفعش. جوستينا تحب نسمع منك. انا بس حابه اقول ان في النبوه كمان هي فيها قوه، يعني كلمه النبوه او التنبؤ هو برضو زي امر، يعني او زي بامر بحاجه، ففيها قوه ومحتاجه برضو ايمان. يعني اللي انا اؤمن بالحاجه اللي انا الرب بيكلمني بيها او بتنبأ بيها، اللي انا يكون عندي ايمان، وان هي فيها كمان يعني حاجه قوه كده. في حزقيال 37 لما الرب اخذ يعني حزقيال لوادي وكان في عظام يابسه، فمن عدد ثلاثة بيقول له وأمرني علي من حولهم، وإذا هي كثيرة جدا على وجه الباقة، وإذا هي يابسة جدا. فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت يا سيد الرب أنت تعلم. فقال لي تنبأ على هذا العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب لهذا العظام هنأذى أدخل فيكم روحا فتحيون. فهو حزقيال ما كانش مصدق ان يعني دول عظام يابسة، يعني ازاي هيقوموا يبقوا جيش. فقال له يا رب يعني، فالرب بيسأله بيقول له هل تحيا هذه العظام؟ قال له ما عرفش، انت اللي تعرف، انا مش عارف. فقال له تنبأ. فالتنبؤ يعني قوة،
او حاجة بصدق اللي هي حتى لو انا ممكن شايفها اللي هي ما تحصلش او نو واي ان دي حاجة يعني ممكن اللي هو من حبة عظم صغير يطلع جيش كبير. فهي التنبؤ يعني فيها قوة، فيها حاجة كده امر بتيجي بامر كده. فقال له اؤمر وقول لها تكلم يعني صدق. فالنبوة هي كلام في امر وقوة. وفعلا احنا ساعات في حياتنا بنمر بظروف بنحس اللي هي نو واي اللي هي تحصل، بس لما اتنبأ على الحاجات اللي انا شايفها مستحيلة او شايفها مستحيلة واتنبأ اقول لا تقدر تحصل، او امر بامر قوي اقول لا باسم يسوع تقدر، باسم يسوع الامر اللي انا شايفه واقف قدامي، اذا كان مثلا امر مش لاقي شغل، اذا كان امر مثلا مش عارف اتقبل في الجامعة دي، اذا كان امر لا مش لاقي فلوس او اي حاجة، او عيلتي مثلا في مرض او في الم بمر بيه، لو امرت او كلمت بايمان وتنبأت على الحاجة دي الرب يقدر عليها. ف التنبؤ بيجي معايا كمان قوة وأمر. رائع 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 حقيقي. مش قادرة أطلع فاصل بس غصب عني لازم أطلع فاصل، وكلام جميل قوي 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 قوي، وربي يباركك وربي يباركك نبيل. هنطلع فاصل بترنيمة ونتكلم ونرجع تاني ونتكلم عن النبوة في الكنيسة. لأشعياء أنا ذا أخلص من عناء، فيعرف الرب في مصرنا ويعرف المصريون ربنا، في وسط الأرض نقدم ذبائح للرب نرفع، آيات وعجائب نشهد والمجد لإلهنا يرجع، آيات وعجائب في كل مكان، شفاء وعظام من له الإيمان، خلاص للنفوس وشفاء للأبدان، أوقات الفرح من عند الرب الحنان، من عند الرب يخرج نهر الحياة، يفجر تحيا العظام اليابسة وتصير كجيوش هادئة. للشباب وللشيوخ أحلام كرامة ومجد، عز وسلطان الجالس على العرش سيد الأكوان، الرب إلهنا يمجد في كل الأرض يعبد، سحاب المجد نختبر والملك لإلهنا يرجع، يا كل ذاكر يا رب لا تسكت، ونطلب وجه الرب إلهنا فهو يسمع، ونصرخ من كل القلب إليه نرجع، ونقف على أسوار الآن نقوم ونحرس، المأسورين سيطلقون والنائحين سيفرحون، والمنكسرين يجبرون، والتائهين يوجدون.
تنبأ يوئيل وقال ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر. تتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. وصلى التلاميذ لتجرى آيات وعجائب باسم فتاة القدوس. وتنبأ أشعياء وقال وحي من جهة مصر هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. فيكون مذبح للرب في أرض مصر وعمود عند تخوم ويعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب. بكى المسيح على أورشليم لأنها لم تعرف زمن استقاله. تسبيح وهتاف رايات وأعلام رؤى للشباب وللشيوخ أحلام كرامة ومجد عز وسلطان الجالس على العرش سيد الأكوان الرب إلهنا يمجد في كل الأرض يعبد سحاب المجد نختبر والملك لإلهنا يرجع. يا كل ذكر يا ربي لا تسكتوا ونطلب وجه ربي لا نفى ويسمعوا ونصرخ من كل القلب أي نرجعوا ونقف على أسوار الآن نقوم ونحرس المحصورين سيطلقون واللائين سيفرحون والمنكسرين لجبرون والتائهين يوجدون. هللويا هللويا هللويا. يا كنيسة لا تفقدي زمن افتقادك. ترنيمة جميلة قوي حقيقي. قد ايه فعلا الرب بيحب الكنيسة، بيحب جماعة المؤمنين قوي، وناوي قوي، هو ناوي قوي من زمان على فكرة، وناوي النهاردة ان يعمل عملية تغيير، فعلا تغيير، درجة تغيير في حياتك وفي حياتك صديقتي الشابة وصديق الشاب. مش بس البرنامج ده عشان بس للشباب، لكن ممكن تكون بابا بتتفرج، ممكن تكون ماما بتتفرج. الرب بيكلمك النهاردة، الرب بيكلمك ككنيسة وكأفراد وكعيلة. الرب النهاردة فعلا على قلبه الأمور دي كلها لينا، ده حق كتابي فعلا. يعني الوعد ده لكم ولأولادكم، مش بس لأولادنا لكن لينا إحنا، لأن قال كده في سفر يوئيل أسكب من روحي فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. رب النهاردة عايزك تحلم زي الفيديو اللي جوستينا حقيقي علقت عليه. الرب عايزنا نحلم، نحلم، عايزنا نحلم معاه. والحلم ده مش حاجة مش هتتحقق، لا ده هو حققها وادهنا زي ما قال نبيل، هو ادهنا، هو يعني قدمها لنا من آلاف السنين مدهنا. الرب النهاردة حقيقة على قلبه اللي يملأك ويفيد عليك ويملك نستك كمان ويملأك كمان تنبؤ على مستقبلك وعلى الحاضر. والحتة اللي قالتها جوستينا أنا عايزة أرجع لك، معلش، الحتة اللي في الحسقيال، يعني حسقيال ده جميل. احنا تقريبا عايزين أكتر من ساعة وشوية كمان، يعني الموضوع كبير قوي يا نبيل، يعني اختيار رائع. الحتة بتاعت حسقيال زي ما جوستينا قالت، الحتة دي جميلة قوي. أنا عاوز بس أقف على حتتين كده للشباب عشان يشوفوا التطبيق ده جاي عندي ازاي.
ده في عهد قديم بيكلم نبي في موقعة خاصة أنا مش شايف نفسي فيها. أنا عاوز أشجعك بحاجة صغيرة لأنه الرب فعلا كلمني فيها لما كنت في سنك. أنا مش كبير قوي بس يعني. طب قول لنا سنك. الحتة لما الكلمة بتقول فقال لي يا ابن آدم, أنا وقفت قدام الرب وقلت له اشمعنى يا رب ما نديته باسمه. قال له أنت عارف يا نبيل أنا لما بقول هنا يا ابن آدم, يا ده تأمل, خده كده تأمل, أنا كأني بقول لكل أولادي تنطبق عليهم الحاجة دي. حط اسمك هنا يا ابن آدم. أنت اسمك إيه؟ حط اسمك يا ابن يا فلان يا نبيل. أتحيا هذه العظام. الرب كأنه بيديني امتحان إيمان. أنت شايف إيه؟ الرب مستنيك تقول له أنت تعلم. الحتة جاستينا قالتها جميلة فيها قوة. أنا بس هزود كلمة وأقول بتدي سلطان للعمل. هاللويا. أنت بتقول يا رب أنت لك سلطان أن تفعل هذه الأشياء. أنت تعلم, أنت الأعلم, أنت عندك كل العلم ده. السلطان أنا برجعه ليك. قال له طيب ما زال أنت عارف أن أنا أقدر, وأنت عارف أنه الحاجة دي النبوة دي ليها قوة, أنا عاوزك أنت اللي تتنبأ. أنا اديتك الصلاحية. الرب كان ممكن يخلص الموضوع. يا رب أنا أعلنت أنه أنت تعلم وأنت ليك السلطان اعملها. قال له إيه رأيك بقى؟ أنا عاوز أشترك معاك, وعلشان كده أنا بقول لك أنا بدي لك الحق أنك أنت تتنبأ. أنا اديتك اللي هعمله, أنا عاوزك بقى أنت تقوله. اتنبأ على حياتك, خد الحاجة دي وعملها وحصلت. تعرف ليه؟ انك بترجع السلطان لربنا. يا ابن آدم يعني الكل يقدر يتمتع في الحاجة دي. تديه السلطان هيديك انك تتنبأ بحاجات انها فعلا تحصل. ليه؟ لانها مش منك, هي منه. وما اعوزنا زي ما قلنا في الاول انه نعرف مشيئة الرب. فالرب يقول لك اهو. الترنيمة برضو كانت جميلة لما كانت بتتكلم على النبوة اللي في يوئيل. والأحلى أو مش عاوز أقول الأحلى, التطبيق جاء فين؟ في موقعة في أعمال الرسل 2. دي حقيقة. لما الجميع لما حضر يوم الخمسين, في يوم الخمسين امتلأوا من الروح القدس وبقوا بيتكلموا بلغات تانية. مثلا لو قلنا في عهدنا دلوقتي أنا احنا كلنا عرب بنتكلم عرب او يهود, والله بصدق لقينا ناس بتتكلم فرنساوي يوناني ايطالياني, والدنيا بقت فل. وناس تانية بدوا ينتبهوا, الله ده الكلام ده هم ما بيتكلموش الكلام ده, جابوه ازاي؟ نبيل ما يعرفش ايطالياني, بيتكلم ايطالياني ازاي؟ حصل ايه؟ فناس قالك بوهتوا, وناس قالك لا 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 ده كلام اي كلام. لما جه الرسول بطرس قال لك طب انا عاوز, انا عارف انه الكلام ده صح, عاوز اثبت لهم. وكانه بيقلب الكتاب في الايام ده. في الايام دي ما كانش في عندنا الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد, كان عنده العهد القديم. قعد يقلب, انا عارف انه الرب مدينا وعد, فقام قايل الايات دي وفي الأيام الأخيرة. أيوة. وغريبة إنه اختار الحاجة دي. تخيلوا هو اللي حصل إنه حصل فيه سكوب الروح القدس, تكلم بألسنة. ما جاب لهمش وعد عن التكلم بألسنة قد ما ادالهم الوعد بتاع الروح القدس. خلي بالك إحنا بنمسك في البعض ومنسيب الكل. الكل هو الوعد ايه؟ اني اسكب من روحي. وده اللي قاله يوئيل في سفر يوئيل. مظبوط. علشان كده انا عاوز اقراها تاني علشان فعلا تجراسب زي ما بيقول نستوعب نشرب. يقول الله ويكون في الايام الاخيره اني اسكب من روحي على كل بشر, كل بشر, فيتنبأ بنوكم وبناتكم, ويرى شبابكم رؤى, ويحلم شيوخكم
أحلام أسكب من روحي. جميلة كانت في ترجمات تانية أسكب روحي على طول. في يوئيل برضو بيقولها دراكلي. وهنا كأنه المن هنا بس حاجة تكنيكال كده للي بيحب يتسلى معانا ويذاكر. هنا المن مش الكمية، هنا من النوعية. هو بيكلم عن أقنومث الثالث الروح القدس، وكأنه الرب بيقول أنا اديتك الأقنوم الثالث، أو أنا اديتك الروح القدس كله بكل المزايا وكل الحاجات اللي يقدر يعملها. التكلم بألسنة كانت واحد فتفوتة صغيرة، بس أنا أسكب من روحي، روحي الروح القدس اتسكب على الكنيسة على كل البشر. وأول حاجة يعمل يتنبأ، أول حاجة، ما يتكلمش بألسنة. تخيل النبوة بتقول إيه؟ عشان تعرف قد إيه الرب محتاج إنه الكنيسة تتمسك في الحاجة دي. ليه؟ إن الرب عاوز يعلن عن اللي عاوز يعمله، وعاوز الكنيسة تتبع مشيئته، عايز يكمل مشيئته. حتى رائعة جدا جوسينا قلتيها ومش عايزة أسيبها خالص، اللي هو القوة، القوة، إظهار القوة. يعني دي بدليل إن في أعمال الرسل إصحاح 2 لما بطرس اتكلم بكل مجهرة، اللي كان بطرس ده كان قبل كده خايف من جارية. ففكرتيني جوستينا لما بتقولي ده إعلان قوة. يعني أنا يعني رب يعني بقوة، قول الكلمة دي بس ليها سلطان، كلمة ليها سلطان. وبشوف بطرس لما فعلا امتلأ بروح القدس قد ايه فعلا عنده سلطان. ايه المجاهرة دي؟ ايه القوة اللي جات لك دي؟ ايه القوة دي جايبها منين؟ وقال لهم ايوه انا بقى اللي يعني ما تفتكرنوش انا بطرس اللي كنت خايف وانكرت، لا 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 خدوا بالكوا بقى، خلي عندكوا بقى، بص افهموا بقى، يعني بالمعنى كده ده انتوا بقى صلبتموه. وقعد بقى يحكي لهم بقى وبأيدي قسيمة، واللي هم فيه ده التعزية والبركات والألسنة المختلفة دي، ده بقى ده الروح القدس اللي مش أي حد يفهمه إلا اللي واخدين حاجة من الرب فعلا. لكن عايز أرجع لجوستينا. جوستينا يعني أنت جبتينا كده في حتة، يعني ادينا امثال في العظام المائته، يعني وضحنا للشباب يعني عايزين نعرف ايه، يعني ممكن تكون ايه العظام المائته دي اللي قال له الرب الله قال لحزقيال ساعتها تنبأ على هذه العظام اليابسه دي. ممكن تكون العظام المائته دي ممكن تكون علاقتي مع ربنا ميته، ركناها مش قوي، مش بشبع بيه، مش بقعد معاه، فميتة علاقتي مع ربنا. فلما تنبأ عليها الرب يقيم أو يساعدني اللي أنا أعرف أقوم تاني من أول وجديد وأقوم علاقتي مع ربنا. ممكن تكون العظام المائتة دي ممكن تكون علاقاتي ماتت، او ما عنديش علاقات، او مثلا علاقتي مع اصحابي، علاقتي في الكنيسه مع جسد المسيح، علاقتي مع ماما وبابا ميته، في امور ماتت في حياتي، ثقتي بنفسي ماتت، ممكن تكون الايمان اللي جوايا مات. يعني كان عندي ايمان، كان عندي ايمان ومات ركنت بسبب امور في الحياه، او بسبب فشل مثلا، او بسبب فشل، او ممكن تكون عندي ثقتي بنفسي او سلامي مات. كل الحاجات دي في ممكن تكون امور في حياتي عظام ميته، مش شرط عظام يعني عظم، يعني هو ممكن تكون امور حاجات زي الايمان، زي الفرح، زي علاقتي مع ربنا ماتت. فانا النهارده بشجع كل واحد وكل شابه وكل شاب ان انا اتنبأ، اتكلم عليها، على الحاجات اللي ماتت دي بقوه وبسلطان علشان اقدر اقيمها واصدق. يعني هو ممكن يعني اتكلم اقول ايه؟
اقول له رب انا عايز ارجع تاني، عايز ارجع علاقتي تاني معاك بطريقه قوه. كنت زمان بقعد معاك بالساعه مثلا بالساعتين، دلوقتي ما بقتش عارف اخد 10 دقايق معاك، فعلاقتي معاك عايز اديني وقت. احنا في امور بتعطلني اللي انا اكون عندي الموهبه دي، او اكون بستمتع بالعلاقه مع الرب. واحدة من الأمور دي ممكن تكون الشغل. مفيش حد مننا ما بيشتغلش، ممكن الشغل يبقى واخد وقتي كله، سالب وقتي، فعلى طول أنا مشغول في الشغل، فاليوم كله عندي مواعيد وعندي شغل ولازم أجري هنا وأجري هنا. الشباب بالذات كمان مش بس الشغل، لكن ممكن يكون الانترنت، ممكن أمور حتى مؤمنين. أيوة. يعني بيكون بالضبط. يعني الحاجة دي بتسلبني، فما بلاقي الوقت ضاع. اذا ما قعدتش قدام الرب، فلما ما بقعدش قدام الرب حياتي دي بتعكس ان حياتي تكون عظام يابثة، يعني حياتي مع الرب تكون ميتة. فانا ارجع تاني واقول له رب انا عايز اديلك، ساعدني اللي انا اديلك علاقتي معاك. وفي امور تانية، يعني لو نبيل حابب يشاركنا بامور تانية. طبعا اكثر من الامور، انا عاوز بس اعلق على حته مائتة، لانه احنا في كثير من الاوقات احنا فعلا بنشوف انه انا خلاص دي مش ممكن ترجع، علاقتي بربنا عمرها ما هترجع، علاقتي باصحابي عمرها ما ترجع، نجاحي في شغلي عمره ما هيحصل، وكانه انا حكمت عليه. العذر مات في عين الناس، وأنتن يعني قال له الرب يعني أنت جاي متأخر زيادة عن اللزوم. قال لهم إيه؟ لا ده كان نايم، ده نايم يا جماعة. اللي ميت في عيني نايم في عين الرب، يعني إيه؟ لا يفشل فيك مهما يكون شغل، دراسة، مذاكرة، علاقة، تعاملات، عودك مع ربنا، خلوتك، الشركة مع المؤمنين، نامت عمرها ما تموت في عين الرب. هو يستطيع أن يعيد إقامها من جديد. لازم أعمل إيه؟ أمسك في روح ربنا. أنا عاوز أسيب الشباب بالآية دي، أنا عارف إنه إحنا قربنا نخلص، يعني قدامنا 4 minutes. عاوز أسيب الشباب مع الآية دي لأنها مرتبطة بالروح القدس، ومش قادر ما أعلنش الحق ده. موجود في كورنثوس الأولى 2، وآية يعني ناخد كده من آية 10 علشان بس نوصل للهدف. فأعلنه الله لنا نحن بروحه. الجزء الثاني، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. عاوز تعرف ربنا عاوز إيه منك؟ امسك في روحه. وبيفسرها، لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. عاوز ترجع أي حاجة ميتة في حياتك؟ امسك في روح ربنا زي ما ابتدينا، يديلك إنك تتنبأ عليها وترجع من جديد. له كل المجد. أمين. ربي باركك، ربي باركك نبيل. النهاردة حقيقي يعني موضوع كبير ومحتاج حلقات كتير، ده لو أنتوا حابين كده يعني، بس أنا حابة كده حقيقي. ونبيل وجوستينة تتفقوا معايا؟ أمين. خلاص أمين. الأغلبية متفقين. إحنا يمكن رب يدينا فرصة تاني نتكلم تاني في الموضوع ده بعمق أكتر، لكن حقيقي النهاردة إحنا شوقناك وشوقناكم، وانا كمان اشتقت حقيقي. ولما تشتاق الروح القدس لما بيصدق مستني بتلكك، هو كده الروح القدس مستني قوي قوي اللحظة اللي انت تشتاق. يا سلام، يفيد فعلا ويديك كل ما هو عنده ليك. احواجنا في هذه الايام زي ما قال نبيل شباب، صح جوستينا تتفقي معايا بكده، ان كنايسنا في هذه الايام محتاجه شباب، محتاجه شابات. عارف ليه؟
لان ياما شباب ضاعت بره، وانت النهارده واخد حاجه من الرب وابن للرب، واكيد الرب هيدي لك نبوه وتتنبأ زي ما قالت جوستينا على العظام اليابسه الناشفه اللي ما فيهاش روح. وقال له وكمان كلم تعالي يا روح هبي على هذا العظام. والنهارده رب عايزك تتنبأ كشاب وكشابه على بيتك، على مستقبلك، على حاضرك، على كنيستك، على اجتماع الشباب، على اجتماع الشباب والشابات. تتنبأ على او اصحابك اصدقائك وانت تصلي، تقول يا رب انا بالايمان اثق ان دول يرجعوا ليك. وده اللي الرب فعلا بيتلكك عليه قوي، بيتلكك عليه قوي ان هو عايز يرجع كل اللي ضاع وكل اللي انت نفسك فيه بالايمان يتحقق، وبالقوه وبالسلطان اللي الرب ادهنا. حقيقي جوستينا بشكرك وبقول لك يعني حقيقي الى الامام، واستفدنا كتير قوي. نبيل ربي يباركك، استفدنا كتير جدا جدا جدا، وباركنا قوي 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 قوي. كانت حلقه فعلا انا عن نفسي خدت بركه، واكيد مشاهدينا احبائنا في كل مكان اكيد تلمستوا، لان فعلا الروح القدس بالذات مواضيع الروح القدس تتلامس قوي، لانه هو عايز كده، هو الروح القدس عايز يملأك ويفيد عليك وتعرف قوي، تعرف سر الله لخائفيه وعهده لتعليمنا ولتعليمك ولينا كلنا. احبائنا اقول لكم الى اللقاء في حلقه اخرى من برنامجكم درجه تغيير. ولو يوم ضعفنا انت اللي تقوينا، نشرق علينا،
في كتير طرق وسط الحياه.